كويس ان انجي ابتدت بالكلام عن موضوع الرسائل للجهاز الفني لمنتخب مصر اللي شاركناه طبعا وشكرناه امبارح وشكرنا كل اللعيبه بالاسم الحقيقه، وقلنا ان احنا هنقدر نحافظ على الانجاز اللي احنا عملناه. لما تبقى موجود على منصه التتويج في ثالث اقوى بطوله قاريه ده انجاز كبير جدا. لما تخرج كل المرشحين اللقب تقريبا مصر الفريق الوحيد اللي لعب كل ماتشاته كانت صعبه جدا، احنا شفنا ده، احنا ما لعبناش مع جامبيا مثلا ولا جزر القمر مع احترامنا طبعا لاجتهادها، ولا غينيا الاستوائيه في ادوار اقصائيه مع احترامنا طبعا للجميع، ولكننا واجهنا منتخبات مصنفه قاريا. احنا كل مره بيطلع لينا كتيبه محترفين اقوى من التانيه، ومع ذلك احنا كملنا لغايه النهايه. عشان كده احنا عايزين نقول من دلوقتي، يعني نكتب كده ما كسبنا مع بعض في البطوله اللي لازم نبني بقى عليها اللي جاي. احنا عندنا فتره مهمه جدا جايه عايزين ندخلها واحنا مهيئين 100%. احنا كسبنا فريق متجانس جدا جدا، عنده الروح عنده الاراده ان هو يكمل لسنين جايه قدام. كسبنا مدرب محترم، مدرب محترف حط ايده على نقاط القوة والضعف في المنتخب، وعنده طموح ان هو يوصل كاس العالم زي ما وصل 4 مرات قبل كده طبعا مع ايران مرتين ومع البرتغال كمان مع جنوب افريقيا. فانا متفائلة، احنا عندنا الكواليتي، عندنا المايند سيت اللي احنا كنا بنتكلم عنها بتاعة المدير الفني، عندنا كل حاجة تخلينا نوصل، فاضل لنا بس شوية حاجات شوية تظبيطات بحيث ان احنا نكون مهيئين 100% ان احنا نعمل كمان. يا نيرفانا عايزه اقول لك على حاجه، فكره كمان ان احنا كسبنا اكتر من عنصر جديد ما كانوش يعني من شهر فات كانوا خارج الحسابات، دلوقتي وجودهم بقى امر واقع وكمان وجودهم بقى حاجه ايجابيه جدا مع المنتخب. بنتكلم عن محمد ابو جبل، بنتكلم عن محمد عبد المنعم، امام عاشور، عمر مرموش، كل دول حجزوا مكان ليهم مع المنتخب. المطلوب بقى دلوقتي من المنظومه الرياضيه في مصر فكره انه نوفر المتاح للجهاز الفني وللاعبين في الفترة الجاية من دلوقتي لحد موعد المباراة الفاصلة أمام السنغال في القاهرة، بعد كده في داكار في مارس. لازم يكون كمان في تنسيق من اتحاد الكورة مع ماستر كيروش، هو عايز إيه المرحلة اللي جاية، نشوف الحاجات اللي محتاجها ونحاول إن احنا نوفرها له، لأن الموضوع مهم جدا. ده كله بيساوي تذكرة غالية جدا وهي تذكرة التأهل أكيد للمونديال. بصي يعني أنا متفائلة وعندي ثقة كبيرة جدا في مستر كارلوس كيروش. زي ما انت قلتي نقطة مهمة جدا فعلا، انه دلوقتي بقى في عناصر يا جماعة مهمة جدا وجودها في المنتخب، وزي ما اتكلمنا وزي ما اتكلم من الاول، يمكن حتى واحنا بنهاجم في الاول المايند سيت بتاعت كارلوس كيروش لما كان بيحط اللعيبة في غير مراكزها برضو كان في ميزة محدش كان يختلف عليها، وهو انه بقى في عناصر جديدة احنا شايفينها، عناصر شابة، عناصر احنا ما كناش هنشوفها لولا وجود كارلوس كيروش او لولا وجود مايند سيت زي كارلوس كيروش. طب على ذكر بقى كارلوس كيروش، انا عايزه اقول ان يا ريت زي ما بيتردد دلوقتي اخبار عن طلب مستر كارلوس كيروش بتاجيل الدوري او ماتشات في شهر مارس، نعرف من دلوقتي، لان ده حق طبيعي لكل الاطراف، المنتخب والانديه كمان الانديه المصريه عندها مشاركات افريقيه في شهر فبراير كمان في مارس، وده هيدي فرصه للجهاز الفني المنتخب ان هو يشوف اكتر من لعيبه، واحنا محتاجين كمان نضم عناصر. انا اعتقد ان احنا محتاجين نعمل حاجه في خط النص، محتاجين جدا وجود حد بيعرف يواكب المايند سيت بتاعت كارلوس كيروش. انا مش بقلل من اللي عندنا، بس احنا محتاجين حل في خط النص جدا جدا. عايزين بس نقطه نظام كمان يا جماعه، عايزين ورقه وقلم نعرف احنا عايزين ايه من بكره. ليه؟ عشان خاطر نستفيد من الروح العظيمه الموجوده ما بين كل الجماهير المصريه اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح، اتكلمنا انه من اكتر مكاسب البطوله دي ان احنا طالعين يا جماعه روحنا واحده، سواء لعيبه سواء جهاز سواء جماهير مصريه. يمكن من قلائل الاوقات اللي بشوف فعلا الجماهير المصريه بتجتمع على حاجه، محدش طالع بيقول اصل اللعيب بتاعي، اصل اللعيب بتاع النادي، لا، كله طالع يتكلم عن مكاسب وحلاوة وأداء كل فرد في المنظومة، سواء من جهاز سواء من لعيبة، واعتقد دي اسمى المكاسب اللي احنا طلعنا منها بالبطولة. ده حقيقي. وكمان في حاجة عايزة ازودها على الكلام اللي انت كنت بتقوليه، وهو انه بمنتهى الصراحة الموسم صعب، يعني خلينا نقول انه كده كده الموسم صعب وماراثوني جدا طبعا زي الموسم اللي قبله، وطالما في تأجيل للأندية وبتترحل ماتشات لأسابيع وربما كمان بتتأجل لمدة شهور، فأنا شايفة انه من باب أولى ان احنا نأجل ماتشات الدوري لصالح المنتخب، لصالح حلم يهمنا كلنا، لصالح حلم يهم كل المصريين، وهو حلم الوصول
الوصول للمونديال اللي أكيد هيكون تعويض عن اللي حصل وهيكون التعويض الأمثل عن ضياع حلم التتويج بالكان. خلونا بقى دلوقتي نقفل ملف منتخب مصر بكل افراحه وبكل احزانه، واكيد كمان هيكون لينا عوده مع اي حاجه جديده تحصل للمنتخب واخباره. خلونا اكيد دلوقتي بقى نروح للزمالك اللي بجد وحشنا جدا جدا. خلاص كلها كام يوم وهنبدا مرحله الجد، وهنبدا اول الحكايه في دوري ابطال افريقيا يوم السبت الجاي باذن الله يوم 12 فبراير. هنلعب اول ماتشاتنا في دوري المجموعات مع بيترو اتلتيكو الانجولي في القاهره. طبعا بنفكر حضراتكم ان مجموعتنا بتضم مع الزمالك ومع بيترو اتلتيكو ساجرادا الانجولي وكمان الوداد المغربي. بالتاكيد عوده اللاعبين الدوليين اكيد هتكون اضافه مهمه واضافه كمان قويه جدا. اكيد مستر كارتيرون هيستفيد بالمستوى كمان الفني الرائع اللي ظهر عليه اكتر من لاعب. طبعا بنتكلم عن جابس، اكيد بنتكلم عن زيزو، امام عاشور، كمان علاء وفتوح والونش البطل اللي بجد اللي بيفكرني كده بصخره دفاعات ميلان يابستام. بصراحه الونش بجد بني ادم مقاتل جدا. عايزين انطلاقه قويه، عايزين نبدا بدايه قويه. اكيد هنتكلم كتير جدا عن الماتش وعن كل استعدادات الزمالك في نهارك زملكاوي اكيد في فقره ارى الخبر، بس في حاجه دايما بشوفها مهمه جدا وهي نيرفانا، فكره التعامل النفسي. التعامل النفسي مع اللعيبه من قبل الجهاز الفني بتبقى حاجه مطلوبه جدا وبالذات في التوقيت ده. دي حقيقه. التعامل النفسي احنا اتكلمنا عنه كتير جدا، لانه كمان اللعيبه بالذات الدوليين اللي انجي ذكرتهم ممكن راجعين متضايقين، راجعين مهزوزين، راجعين في نوع من انواع الزعل والقهر. اهم حاجه دلوقتي هو ان احنا ندعمه، وانا شفت بالفعل ناس كتيره جدا جوه نادي الزمالك منزله ستوريز ليهم وبتدعمهم، وقد ايه بيوصلوا لهم انه ولا يهمكم يا جماعه، انتوا عندكم لسه عندنا في بطولات عايزين ناخدها، عايزين مشوار لسه عايزين نكمله. انا واثقه في رجاله الزمالك، مستنيين فرحة كبيرة جدا اللي هم يستاهلوا ده، وجماهير كمان الزملكاوية يستاهلوا ده. عايزين فرحة كده زي اللي حصلت الموسم اللي فات وكسبنا الدوري، عايزين نحافظ على اللقب ان شاء الله نعمل ده الموسم ده بنجاح كمان افريقي كبير جدا. عايز اقول على حاجة زملكاوية فرحتني جدا جدا امبارح. امبارح فريق 2003 اللي هم المفروض بقى الموسم اللي جاي هيكون منهم اكتر من لعيب في الفريق الاول، هيكون عندهم ساعتها 20 سنه، كسبوا الاهلي امبارح 3-0. واللي فرحني بقى كمان ان المدير الفني للفريق ده هو كابتن حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق اللي كلنا طبعا فاكرينه اللاعب المهاري الممتع. ان شاء الله كده مع شويه اهتمام بالفريق ده هيكون عندنا اكتر من لاعب جاهز للتحديات الجايه.